السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهضر على واحد الرجال اللي كانوا تعرضوا للتعذيب والظلم من طرف واحد الموظف، ما غنسميوهش ولكن غيعرفوه، سلا كاملة غتعرفو، قال لي دوز السلا. بيضاوي، وصول بيضاوية، كان حقار، ومني كنقولو كان ظالم راه كنجمعو فيه كاع الخصال الغير حميدة، خصال ديال تشموتيت وديال الحقرة والظلم على ولاد عباد الله. أنا كنت كنعرفو في الزيارة، كان حاس براسو بحكم بنية جسمانية اللي كانت عنده، فكان تعرض لواحد المحاولة اللي كان غادي يفارق فيها الحياة مع الخنفوري، بغى يطبق عليه قانون الغابة، ساعة ما قدرش عليه لولا تدخل بعض السجناء وبعض المسؤولين، وقيل كن صيفطو لدار الحق. فهاد الموظف اللي كان هضر عليه كان في الزيارة وكان تيدير أساليب غير لائقة بالزائرين، ليس السجناء، سجناء نقولوا راهم سجناء حباسة، ولكن الزائرين الناس اللي جايين على برا كان تيتعامل معاهم تعامل وكلام غير لائق، طريقة باش يقلبهم طريقة خايبة فيها الابتزاز، وكان فاسد، وكانوا بزاف ديال المسؤولين اللي كيدخلوا للزيارة أو في الدخلة من كيدخلوا الناس اللي زايرين وكيديروا ما بغاو في بناتنا وخوتنا وعيالاتنا ومواتنا، فهذا كان واحد منهم. ولكن واحد الرجال شوفوا اش غيديروا ليه، راه قصته معروفة. كان واحد الدري كيخدم في الكراطة، الكراطة هما الدري اللي تيحلوا عليهم بكري باش يسيقوا ويجففوا الحي باش فوق القيلولة، وعاوتاني في العشية من ديك الخمسة حتى ديك الستة ونص كيخليهم على برا، ورغم انهم تيسدوا على السجناء باش يصوفيو راسهم، يديبانيو راسهم، يدبروا على راسهم، لانهم كيخرجوا يضربوا الكراطة ويتسخروا ويجيبوا الصوبة، على المحل راه تيقوموا بواحد الدور اللي هو راه خدمة، خصك تفيق بكري لان كيحلوا عليك انت الاول، فكان خدام وغادي به خير وكيصوفي راسو ودري من اطيب خلق الله. فواحد النهار غادي يهضر معاه يقول ليه فلان كدا ما كدا كيبيعها، يقول ليه هو ما عمري، ويقول ليه انت دابا ردت ليا البال معاه وجيب ليا اخبارو من يكون عنده. فالاخر ما طبقش معاه داكشي اللي بغا، وكان ضد افكارو، قالها للبزناس، قال البزناس هيا وعا، قال لي راه سولني هادي وهادي وهادي وهادي، راك عارف راه سولني، وراه قلت ليه ما عمري هادي، ولكن راه قال لي انا غنسير الخبر في ظرف 24 ساعة، تبع شي طريف قولها ليا. فالبزناس العواني ماشي راجل، وكاين هاد النوعية هادي، انت كتقول لي حيت خفتي عليه وهو كيمشي كي يعطيك معاهم. فنيت مشى ترنتن وغيقول لهاد الموظف هذا، غيقول ليه وبلا ما تصيفط اخويا هادي وهادي حقك يوصلك وكدا وهادي، تا هو كان رشاوي من اكبر رشاوية، حقك يوصلك بلا صداع بلا مشاكل بلا ما تحضيني بلا هادي بلا هادي. فالموظف عجبو الحال، ولكن السجين
غادي تنزل عليه المطرقه اللي هي غيقول ليه سير حيد انت صافي، حيد داك الكرفي، سير دخل وسبو، سير دخل للبيت صافي، متقاش تخرج تضرب الكراطه. فالسجين ما فهمش علاش، شنو هو السبب داخ ما عرفش، لان ما طحتليش على بالو بانه البزناس راه هو اللي غادي يمشي يدير ليه داك لانكو. فتصوروا الدري من هذيك الخديمه منين كيصوفي راسو كيعيش كيكمي وتياكل وكيشرب وما كيمد يديه لحد، كيتسخر وكيدوروا مع الدراري السجناء حتى غادي يوال. فصيفط الناس قالوا لي صافي يكون هاني نرغبوه، نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع غادي يهز فراوه جوج فراوه وغادي يضرب راسو. فهو دار براسو دماياتو وغادي يقبطو وغيحقرو واحد الحقره قدام السجناء غيبف وهكاك غيمشي للكاشو. وسمعت ابو دني قال لي ولا زدتي فيه نوريك القانون، نعلمك انت لو بغيتي تضرب راسك تعرف شنو العواقب اللي تابعك، محاولة انتحار قانونيا. وهادي راه دايرها شحال من واحد، راه ماشي غير تضرب راسك يعطيوك حقك، راه ممكن تضرب راسك يزيدوك الموتيف محاولة انتحار. قال لي راه الدرن فعلى محال دري مضروب والبالط وكدا، ولولا تدخل واحد الرجل بادريس بحسان هادي فبطو والو، الموظفين تيرغبو تيقولو لي وكدا والو بطو بواحد الطريقة، والاخر مسكين مضروب والدمايات ومجرجرو في الارض مع هو صحيح تبارك الله واقف ما تيكميش، يا مخفي ما تيكميش وجار الدرن. فبطو الكريف تمانط في الحديقة قمحن ومعدبهم تتقاصي، وعلى السما هو الحديقة كولوار، هو في الأول في الأصل كان هذاك هو المسرب لحي آليف، ولكن ولا الباب من جهة أخرى هذاك الكولوار جاو وداروا قرية من لهنا وقرية من لهنا، وبنادم تما تيعس تيصلبو تيمنطو بحال القريد كيولي، داكشي باش عطاوها اسم الحديقة. فداروا في الحديقة كدا ولاولا تدخل الموظفين تيعرفوه دري حربي وكدا وهادي، ولكن درويش ماشي شي واحد اللي خايب كاع حتى لديك الدرجة ومعدي وهادي تيصوفي راسو. المهم رغبو عليه وكدا وهادي وهادي وبزاو استنكشيفا، فرجعو فمني رجعو ما رجعوش للبيت اللي كان فيه، رجعوا لبيت اخر. وفي حداتها هادي راه عذاب بحال اللي عاد دخلتي من الحريه عاد جيتي بوجهي كتبدا ازيرو، عاوتاني الكر لاكار، عاوتاني ساين النوبه عرفتي مشكله كبيره. ما تقبض بلاصتك حتى القاد كيولي سوق الطوبيس. عذاب فعاوتاني رغبوشي بعدين ولكن والو وصيفطو دري غي دايز غادي الزيارة اجيا دوك تشوبينات، لان بارفوا كتكون خارجة الممنوعات اللي هي فلوس من الحبس اشياء شاريها انت من الحبس ذهب بزاف ديال الاشياء. فقال لي تشوبينات، فقال لي داك السجين معاه شي شويه تا هو قوافز وكذا، قال لي وحنا كنعرفوا لافاي كتكون ملي كتكون جاي من الزياره. هبط تصرفيقه قال لي انت غتوريني شنو غندير. فالدري تصرفق ما عجبوش الحال. المهم هبط الزياره دوزها، ولكن بقات لي هنا والناس راه انواع ربي خلق وفرق. فبقات يمارس هادشي ديالو، سجين كبير فلاج ومعروف ومعروف
على ود شي بارطيه نساها في الزياره بغى يرجع يعاود يجيبها، دخل شافه وقال لي انت كنتي في الزياره؟ قال لي راه كنت في الزياره مع كلشي كيهضر مع قاص. قال لي راه كنت في الزياره، شنو المشكل عندك؟ راه نسيت شي حاجه ما خديتهاش. ومالك قال ليه هو، يقول ليه الموظف، ومالك تهز يدك، ويقول ليه وانت مالك تهز، وانت كاع شغلك شغلك ما شغلك فز نص. فهاد الشيء هذا كله داز، وهاد الحقره ديالو داخل المؤسسه دازت وكدا وغادا، واللي تعنى بالقوه كيموت بالضعف. انا واحد المنتف ضرب جوج مناتيف في حيبه، واحد في سته في شومبري سته، واحد في شومبري 18 الفوق. شكون اللي صيفطني ل 18؟ صيفطني هو، ومني جا لابيل هو اللي جا. قال لهم هذا راه عاد دخل بوجهادي، وراه كنعرفو بربي، ونجي غدا ونلقى عنده بلاصه. هذاك اللي عطى بلاصه اللي غنديرو ليه راه ما نقولو ليه، وعطاوني بلاصه. ولكن اللي عطاني بلاصه مسكين عطا عليا ومخلوه تيناس في الكروه. المهم حقار بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه. علاش حقار؟ لانه كيصنف كاينين مجرمين تيبيعو حدا الحشيش وما تيهضرش معاهم، و تيهضر مع ولاد باب الله. الباطل مسافتو قصيرة، الحق ما عندوش الحدود. ففي يوم من الايام ما نعرفين يكون في شي مارشي بمدينة الرباط، وما نوصفوش فين، راه الناس اللي عارفة غادي يعرفو. كان في مارشي تيتقدا، نفعاتو صحتو، نفعاتو صحتو اللي خلاتو يدافع على راسو، رغم انه جاو فيه ضربات، ولكن ماشي دوك الضربات اللي كدا وعلق. والطونوبيل الباربريز اللورانية تشتات. المهم حس بالخطر فهاد الطريقة هادي، سبحان الله، لان خير هجوم والدفاع. حنا ما كنقولوش للناس تنتقم من الناس، حنا غير كنعاودو القصص على كل واحد كيفاش كانت طريقتو باش تراجع المولاه. فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ماشي تنقول لبنادم من لا يمشي ينتقم، كاين المخزن. حنا راه كنهضرو على واحد الوقت، غير هاد الوقت فرق كبير. ودابا الفرقه الوطنيه تبارك الله بالسي الحموشي برئاسة ملكنا محمد السادس كاينين تطورات وأشياء كثيرة تغيرات، حتى من ناحية المعدات الأجهزة الأمنية. ماشي فهمني بنادم، خلطش هادي مع هادي. حنا كنقول لكم هذا داز هو في سلة بيضاوي حكر وكيتعنى بالقوة، وظالم هذا كيبيع الحشيش ويقدر يقبط هذا غير كيكميه قتلة ربانية كيعطي ليه قدام عباد الله، حيت هو ما كانش كيلبس الكسوة، كان تيلبس التريي والبرود كان وطوال. فزهق من الموت، فأول حاجة مني جا صاحب ليكم زاد في الحقرة ديالو إلا تراجع المولاه. وأول حاجة طلبها هي ما يبقاش بعدا في ديك الحي اللي هو فيه، طلب كارتي مودان، يدرى بزاف. بعض المرات كنسمعو ديال المسؤولين تعرضوا لعملية ضرب، عملية حشمت نقولها، وكاين اللي اغتصبوا ليه مرتو قدامو، منهم قضاة منهم بزاف هما انواع هما. فانا ماشي جاي نقول لكم لا لا، دابا القضيه تغيرات ولات، ولاو دي جون اللي كيخدموا في صالح البلاد والعباد، فرق.
وكانت هذه هي نهايته، راهي تبدل زهق من الموت لان الناس كانت باغا تضربه. قلت لكم لولا اللياقه البدنيه ورجليه كن ربما فارق الحياه، لان شكون اللي كيقتل؟ المظلوم. الظالم كيضرب وكيقيس، اما المظلوم كيضرب كي. وداك رئيس المعقل اللي مات ديال اسفي من دوك الخوت الزنائي دراكي امثله حيه، خص هذا يتراجع لمولاه، ولو انه نقولوا ما عندوش يد، ولكن راك راه كاع كاع الحباس اللي مدوزين معاك كيشهدوا فيك بسمعه سيئه، والله ياخذ فيك الحق انت وامثالك. هكا هو.